بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ اليوم مع اللي هو الشابتر الأولاني Digital Systems and Binary Numbers. شابتر ابتدائي ولكنه أيضا بدي لمحة مهمة جدا عن اللي هو الفاونديشنز تبعت مين، تبعت اللي هو Digital World، وأيضا بدي قاعدة أساسية عن Binary Numbers وهي مهمة جدا لمين اللي هو الشابتر الثالث لما نتكلم على الفول ادرز والهاف ادرز وبعض التعامل مع مين مع النمبرز. نبدا اول شيء نتكلم شو في الشابتر اوفر فيو. الشابتر اوفر فيو بكل بساطه هنتكلم شو الانالوج وشو الديجيتال وكيف نعمل انفورميشن ريبريزنتيشنز، ونتكلم برضو عن بعض الشغلات اللي بتتخص اللي هو ديجيتال جيتس والنمبر سيستمز اللي هو الديسيمال والباينري والاوكتال والهكساديسيمال، وحنتعرف ايضا في هذا الشابتر على اللي هو الاريثمتيك اوبريشنز الاديشن سبتراكشن مالتيبليكيشن الى اخره، وايضا حنشوف اللي هو البيس كونفرجنز يعني كيف انا نحول من نظام نمبر سيستم لنمبر سيستم ثاني، يعني على سبيل المثال من الثنائي للثماني للهكساديسيمال اللي هو 16 او الديسيمال اللي هو النظام العشري تبعنا. anyhow let's see. خلينا نستخدم البن ونشوف اللي هو بعد هيك. احنا بنعرف انه على سبيل المثال لو احنا اخذنا درجة الحرارة تبعت اللي هو اليوم تبعنا من 1 صباحا 12 بالليل ل 12 الظهر، يعني على سبيل المثال احنا كل عندنا درجة الحرارة بنسيه هنا عشانها متاخذة من كتب أجنبية، فهي درجة الحرارة بالفهرنهايت 70 الساعة 1 الساعة 2 أقل ما يمكن درجة الحرارة الساعة 5، بعدين تبدأ درجة الحرارة تطلع تاني وتنزل تاني during the day. هلقيت each point هنا الموجودة هذه just ايش one piece of information. These pieces of information احنا اخذناها على مدار مين؟ على مدار الساعة every hour. هذا بنسميه ايش؟ sampling لمين؟ للانفورميشن. احنا we sampled continuous information، احنا النقاط هذه تعتبر ايش؟ sampling للانفورميشن، ولكنه وصل الانفورميشن مع بعضها بنسميها ايش؟ analog، يعني كأنه ايش؟ الشغلة هذه ايش؟ مستمرة. فدائما احنا الانالوج اللي هو احنا دائما بنشعر فيه، كيف بنشعر فيه؟ يعني على سبيل المثال الزمن مستمر، المسافه مستمره، فهذا كل ما حوالينا از ايش؟ ان انالوج سيستم. حتى الصوت اللي انت قاعد بتسمعه از ايش؟ انالوج سيجنال. السيجنال عباره عن سيجنال مستمره ولكنها ارسلت ديجيتالي وبعدين تحولت من ديجيتال الى ايش؟ الى انالوج. وانا هلقيت انا وانا قاعد بحكي الاشاره بستقبلها الترانسديوسر انالوج وبحولها الى ايش؟ الى ديجيتال، وبعملها ايش؟ ترانسميشن، وايش الكمبيوتر بسجلها ديجيتالي. فعمليه ديجيتال تو انالوج وانالوج تو ديجيتال العمليه عمليه مستمره في داخل مين؟ في داخل اجهزتنا. ولكن حسب اللي هو زي ما انا تو قلت لكم، انا في عندي ايش؟ سامبلينج. كل ما زاد عدد السامبلينجز كل ما زادت الاكيورسي من اللي هو ترانسفورمينج اللي هو الديجيتال سوري الانالوج سيجنال تو ايش؟ تو ديجيتال ديجيتال سيجنال، والعكس ايش؟ العكس صحيح. طيب هل جيت الديجيتال سيستمز كان بي بروسيس ستورد ترانسميتد بايش؟ الافشنسي تبعتها عاليه ولكن ايش؟ الديسكريت فاليوز. زي ما تو احنا تو حكينا انت بتيجي تسمع لمين؟ لاسطوانه. الاسطوانه عباره عن ايش؟ ستورد ديجيتال فاليوز اللي هي هذه الديجيتس هي عباره عن وانز اند زيروز. ال1 عباره عن فولتج هاي، الزيرو عباره عن فولتج لو، عباره عن فروق جهد. هذه فروق الجهد بتروح لحاجه اسمها ديجيتال تو انالوج كونفرتر، بحول اللي هو الديجيتال سيجنال لايش؟ لانالوج سيجنال. هذه الانالوج سيجنال بتكون فيري سمول اند فيري ويك، بتحتاج لمين؟
لامبليفاير، هذا الامبليفاير عشان يكبر السيجنال عشان تصير قادره انها تعمل ايش فايبريشن لمين، لهذا الممبرين، عشان انت تسمع مين الانالوج سيجنال تاني. يعني انت هنا what you are hearing analog signal، ولكن هي stored ايش digitally، تمام. فهذا الفرق ما بين الانالوج وما بين ايش السيجنال. نيجي للباينري ديجيتس واللوجيك ليفلز. هنا في عندي احنا part of a loss of information على هذا الاساس لكواليتي تبعت الديجيتال الكترونيكس لا يمكن انها تحاكي 100% اللي هي الصوت الطبيعي، ولكن في انا عندي part of the loss of the information. ايش سبب loss of information؟ ان انا عندي limits. اذا كان عندي فرق الجهد اعلى من نقطة معينة فانا عندي voltage high. اذا كان انا عندي اقل من قيمة معينة اللي هو بسموه VL max، اقل من هذا القيمة معينة انا عندي فولتج لو. يعني انا باخد عندي هنا 1 هنا 0 هنا ايش باخد ايش 1. اي فاليو ان بتوين اتس انفاليد، فهذه النتفة اتس انفاليد. فعلى هذا الاساس انا بقدرش اعمل سامبلينج على طول، فعدد السامبلز بيكون ايش بيكون محدود، بحيث ان انا اقدر اعمل ميتنج ليش للفولتج هاي والفولتج لو. هلقيتها اي ديجيتال سيركت اللوجيك سيركت، هلقيتها على سبيل المثال في عندها ايش تو فولتجز، الفولتج الاولاني بسميه فولتج هاي والفولتج الثاني بسميه فولتج لو، اللي هو الفولتج هاي اللي هو ال1 والفولتج لو اللي هو مين اللي هو ايش الزيرو. فاذا اجت يعني على سبيل المثال خلينا نرسم دائره شو اسمه على سبيل المثال هذا AND GATE. لو أنا عندي هنا 1 وهنا عندي 0 على الـ AND GATE حيطلع إيش 0. هنا هذا الـ 1 is voltage high، فهذا الـ 1 لازم يكون الفولتج اللي جاي هنا ما بين إيش ما بين الـ VH-min و VH-max، والـ 0 هذا لازم يكون جاي ما بين VL-max و VL-min. لا يسمح انك انت تعطي للدائرة الديجيتال اي فرق جهد ما بين ايش المنطقتين هذولا. It's invalid. It's forbidden ايش. It's forbidden region. فعلى هذا الاساس المنطقة هذه منطقة محرمة ولا يجب استخدامها. فعند الديزاين عندما بتصمم انت الديجيتال سيركت بتاخذ في الاعتبار هذه ايش هذه الشغلات. أنها وحنتطرق لهذه الشغلة برضو إيش لقدام أكتر بالتفصيل. طبعاً ال binary signal is called a bit for a binary digit and this binary digit can take 0 or 1 depending is voltage high or voltage إيش voltage low. في عنا ال waveform. ال waveform عبارة عن الشكل اللي هو إيش الموجة الكهربائية اللي داخلة على مين على ديجيتال مين ديجيتال إلمنتس. ديجيتال إلمنتس اللي هي الأند والأور والنوت جيت. خلينا نتكلم الكتاب إيش ببساطة. فعندي أنا شكل الويف فورم. إحنا هنا هنا الفولتج لو اللي هو الزيرو وهنا الفولتج هاي ون. فأنا في عندي إيش هذا بسموه الرايزنج إيدج. هذا بسموه إيش رايزنج إيدج. هذا إيش بسموه فولينج إيدج أو تريلينج إيدج. هذا الصاعد هذا الهابط. هذا بيسموه اللوجيك تبعنا هذا بيسموه بوزيتيف لوجيك بلس. يعني التغير بيصير عند من اللو الى الهاي او من الهاي الى اللو. عكس مين عكس النيجاتيف ايدج. التغيير بيصير هنا من الهاي الى اللو وهنا من اللو الى ايش الى الهاي. ماشي الحال. هذا بيسموه رايزنج تيل. شايفين الرايزنج تيل هذا عكس مين عكس الفولينج تيل. هنا فولينج تيل هنا ايش رايزنج ايش تيل او ايدج. الاثنين عكس بعض ولكن حفرجيكم ايضا كيف تفرقوا ما بين الاثنين وكيف الميكانيزم تبع مين تبع اللي هو عمل اللي هو بوزيتيف بلس ونيجاتيف ايش بلس في اللي هو كومبينيشنال لوجيك سيركتس. بس لكن بس تعرفوا انه في هالجيتا
انه في انا عندي تو كاينز اوف ديجيتال ويف فورمز او تايمينج دايجرام اللي فيها انا عندي بوزيتيف ايدج ونيجاتيف ايدج، وحنتكلم عن هذا بالتفصيل لما نصل لمين الفليب فلوبس خصوصا. طبعا البالس ديفينيشن، احنا هنا البالس في العاده مرات بتكونش نايس كلين زي ما تو شفتوها نايس اند كلين مربعه، بتكون في عليها تشوهات. طبعا هنا في شويه ايش بسموها مبالغه في هذا التشوه، ولكن بتعد الغرض. هل جيتها في انا عندي حاجه اسمها رايزنج تايم، يعني الزمن اللي بتاخده البلس هذه تنتقل من 10% لقوتها الى 90%، هذا بنسميه ايش؟ بنسميه رايزنج تايم. وفولينج تايم هي ايضا من نفس الشيء اللي هو من 90% الى 10%. احنا كنا هنا طالعين وهنا ايش كنا ايش نازلين، هذا بسميه رايز تايم وهذا اسمه فول تايم. وفي معظم الوقت الرايز تايم بيساويش الفول تايم. ايضا في انا عندي هنا رينجينج، رينجينج يعني هنا في عندي تشوهات، هذه التشوهات بسبب مين؟ بسبب الدائره الالكترونيه اللي ولدت لي هذه الاشاره. بيكون فيها ايش؟ ما فيش فيها مكثفات كافيه انها تعمل تنعيم لمين؟ لوش ايش؟ لوجه هذه الاشاره. هنا بسموه هذا بسموه بامب، هذا بسموه اوفر شوت، وهذا بسموه ايش؟ رينجينج اللي هو البلسز الجانبيه او البلسز اللي على موجوده على بين على اعلى مين على اعلى البلس. ان هنا هذا الويدث تبع مين تبع البلس ما بين 50 و 50%، هذا اساسا اسمها فول ويدث هاف، اسمها فول ويدث هاف ماكس، لانها بين 50% ل 50% بسموها فول ويدث half max تبعت مين تبعت الإشارة. طبعا أعلى شيء اللي هو الامبليتيود تبعتها هذا البيسلاين اللي هي بتكون إيش أساسا almost فرق الجهد تبع الإشارة بيساوي صفر. طبعا إحنا بنعرف إنه كلكم عرفتوا أكيد من اللي هو مادة الأوبتكس إنه التردد بيساوي واحد على الزمن الدوري أو الزمن الدوري بيساوي واحد على مين على الفريكوانسي. وايضا الكلوك از بيس تايم سيجنال، يعني هي عباره عن سيجنال، هذه السيجنال بتعيد نفسها، اتس بيريوديك سمبل هارمونيك. فانا بقول لك كمثال وات از ذا بيريود اوف ذا ريبيتيتيف ويف، اف از اف بيساوي 3.2 جيجا هرتز، اس التايم بيريد از فيري سمبل جست 1 اوفر اف اللي هو راح يساوي 31.3 بيكو سكندز. يا ريت انتو يا ريت انا بحب دائما الطلاب يراجعوا ورايا الحسابات لا اكون اخطات في شيء. هذا شكل مين؟ شكل الكلوك، هذا الكلوك دير بالكو هنا الكلوك هذه هنا من هنا لهنا 1 يا هنا هنا لهنا حيكون الفولتج هاي، ومن هنا لهنا حيكون فولتج ايش؟ فولتج لو. تعالوا نشوف هنا لهنا هسه الامبليتيود فولتج هاي، هذا البلث ويدث، هذه بسموه التايم بيريود. طبعا كلكم عارفين الشغلات هذه من الاوبتكس. وايضا انا في شغله ثانيه بدي اعرج عليها الديوتي سايكل، هي عباره عن الريشيو ما بين ايش الويدث تبع السايكل على ايش على التايم بيريود، يعني هي عباره عن تي دبليو على مين على تي. هنا لما تكون ماخذة نص الإشارة تقريبا تكون 50% ديوتي سايكل، بس لكن ممكن الإشارة تكون هنا very narrow، يعني هنا تكون زي هيك narrow والباقي كله إيش كله zero. فمش شرط إنه الإشارة تكون الديوتي سايكل تبعتها إيش 50%، تمام؟ فنعرف إنه الديوتي سايكل هي عبارة عن إيش تي دبليو الويدث تبع مين تبع اللي هو البلس هذه على مين على تايم بيريود تبع مين تبع الإشارة. أوكي طيب، هل جيتها نيجي للنمبر سيستمز، كيف نمثل النمبرز؟ النمبرز احنا بنعرف انه ايش في انا عندي بوزيتيف رادكس اللي هو الاساس تبع مين اللي هو تبع النمبر. اوكي هل جيتها خلينا نتكلم على نمبر وذ رادكس ار، هذا الرادكس ار اني ار
let's say R. خلينا مثلا نقول النظام مين، النظام العشري هذا كلنا بنعرفه، R 10 يعني اللي هو عبارة عن مين، من 0 لإيش، من 0 ل 9. فعلى هذا الأساس AI هدول AI الموجودين هنا هياخدوا من وين، من 0 إلى مين، إلى 9، من 0 إلى 10 مش 9، من 0 إلى 10 لأن النظام 10، بس لكن الـ AI مش راح تاخذ 10 لأنها أقل من إيش، أقل من 10، فحتاخذ من 0 إلى مين، حتاخذ 9. أوكي، هنا الديسيمال هذه بسموها الرادكس بوينت، اللي هي الديسيمال بوينت حقتها لما بتكلم عن النظام العشري. الـ AI الـ A's هذول عبارة عن مين، عبارة عن الويتس. الـ A's هذول عبارة عن مين، عبارة عن الويتس. يعني على سبيل المثال خلينا نتكلم مثلا أقول 321، فهنا A0 it's 1، A1 it's 2، A3 is 3، بس لكن هنا الويت تبعها هذه 1 ضرب 10 أس إيش أس 0 زائد 2 في 10 أس إيش أس 1 زائد 3 في 10 أس مين أس تربيع. فهذه هي إيش، هذا هو الويت وهذا مين الرادكس تبعنا. تمام، زي ما أنتوا شايفين هذا الويت تبعنا وهذا إيش الرادكس. هذه AI هنا عندي أنا 1، الرادكس تبعها 10 أس 0، الثانية 2 في 10 أس 1 زائد 3 في 10 أس 2 إلى آخره. وهذا بالنسبة لميل للديسيمال مين، الديسيمال بوينت حتكون مثلا على سبيل المثال أنا قلت مثلا say 0.21 حتكون 2 في 10 أس ناقص 1 زائد اللي هي 1 في 10 أس ناقص مين ناقص 2. تمام، أتمنى أنه الصورة هذه وضحت. ونشوف اللي هو الديسيمال نمبرز. هنا الويت زي ما انتم شايفين بالنسبة للديسيمالز الوي 10 0 أس 1 أس 2 أس 3 أس 4 هذا هو عبارة عن مين، عبارة عن الكولوم ويت. الكولوم ويت اللي هو وين مكانك انت في اللي هو في التنظيم او في الترقيم العشري، ما تنساش انه 10 0 1. وبالنسبه لمين الرقم كامل الويتس مع اللي هو الكولوم ويت مع النيجاتيف باورز اللي هو الديسيمال بوينتس هنا. وناخذ احنا ايش مثال صغير، هذا المثال كان اكسبريس ذا نمبر اللي هو 9240. طبعا احنا الزيرو في 10 أس 0 والأربعة في 10 أس 1 والاثنين في 10 أس 2 وإيش التسعة في 10 أس إيش أس 3، وبتنكتب بالصورة هذه اللي هي 9 في 1000 إلى إيش إلى آخره. طيب خلينا نعمل نمبر تاني. هذا النمبر التاني هو عبارة عن 482. طبعا أنتوا شايفين اللي هو الأربعة هنا الزيرو في 10 أس 0 و 8 في 10 أس 1 و 4 في 10 أس 2 والخمسة هنا في 10 أس ناقص 1 و 2 في 10 أس ناقص مين أس ناقص 2. طبعا البايرال نمبرز الرادكس تبعنا is 2 يعني 0 or 1، هاي الكومبوننتس تبعته 0 or 1 عشان كده بسموه base 2 binary. ف ال 2 is 0 نفس الشيء الترقيم تبعنا او الكولوم ويت، الكولوم ويت او الرادكس تبعنا 2 is 0 2 is 1 2 is 2 2 is 3 2 is 4 الى اخره. ونفس الشيء بالنسبه للديسيمالز 2 is minus 1 2 is minus 2 نفس الرتم تبع مين، تبع اللي هو الديسيمال، ما فيش اي تغيير ما بينه وما بين الديسيمال الا شغله واحده انه الويت تبعنا هنا باثنين. وهنا مقارنة بسيطة ما بين اللي هو جنرال ديسيمال وايش والباينري، وهذه الشغلة بس تشارت جاست تو سي مش اكثر. تعال نشوف السبيشال باور لايش للباور 2. لما كنا نتكلم زمان ما اعرفش انتم فاكرين الكلام هذا، كنا نتكلم عن كيلو بايت. هاك انت بطلت نسيت الكيلو بايت. احنا جيل الكيلو بايت اللي هي 10 اس 2 اس 10 بايت.
اللي هي 10 سوري 1024 بايت. بعدين صرنا نتكلم بالميجا، هلقيتها 220 از ميجا، وهلقيتها معظمنا كلنا صرنا نتكلم بالجيجا اللي هي 32. تعال نشوف الباور اوف 2، يعني 2 اس 0 1 2 اس 1 2 2 اس 2 4 2 اس 3 8 وهكذا. تمام اوكي. وهذا 2 اس 10 اللي هي 1024 باينري نمبرز. هنا نشوف الباينري نمبرز، هو حتوقف عند النتفة هذه. هنا الباينري نمبر لما نقول انا عندي زيرو ديسيمال عبارة عن انا حاجز اربع ايش، اربع خانات، زيرو 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 وان وان زيرو زيرو زيرو. لاحظوا انه هنا انا عندي ايش، هنا هي تو اس زيرو، تو اس زيرو عندي تو. هنا ايش الفاليو تبعها؟ 2 اس 1 3 عندي ري 2 اس 1 زائد 2 اس 0 4 اللي هي 2 اس ايش 2 اس 2، لانه هنا ايش 2 اس 0 2 اس 1 2 اس 2 2 اس 3. This is ايش اللي هو الباينري مين، هذه هي الباينري نمبرز تبعتنا. نفس الشيء حنتكلم مع اللي هو النمبرز هذولا ونشوف الويتس تبعتهم حسب مين، حسب القاعده اللي احنا تكلمنا عليها 2 0 2 1 2 2 2 3. وبالتالي ويل سم ذيس نمبرز، ولاحظ انه ال 15 عباره عن ايش، عن 1 1 1 1. وهذول النمبرز دائما احنا ايش بنستخدمهم في الكاونترز. انتوا بتشوفوا دائما الاله الحاسبه، انت بتضغط على الاله الحاسبه بتضطر تدي لك ايش الرقم. طبعا هذه البروسيس الداخليه كنا حنتعرف عليها لا في ايش في وقت. الباينري كونفرجنز ان شاء الله حنتكلم عنها في ايش في المحاضره الجايه.